بايوس الكمبيوتر اللي كلنا نعرفه هو الشاشة اللي بتظهر قبل الدخول لنظام التشغيل، وممكن تكون عارف معلومات اكتر زي امكانية عمل ابديت للبايوس، وان الشركات المصنعة للكمبيوتر بتوفر ملفات البايوس على مواقعها. في الفيديو ده هنتعرف على البايوس بشكل مفصل ومختصر، وهنقول ايه هو البايوس وشكله ووظيفته وازاي ممكن نحدثه وايه الفايدة من تحديث البايوس، وكمان لو حصلت مشكلة في تحديث البايوس او اثناء تحديث البايوس ازاي نحلها. اول حاجه هنتكلم عنها هو البايوس ده عباره عن ايه. البايوس هو اختصار لبيزك انبوت اند اوتبوت سيستم، وده معناه نظام الادخال والاخراج الاساسي، لكن المعلومه دي لوحدها طبعا يعني مش كفايه. البايوس اصلا عباره عن لو ليفل سوفت وير او برنامج منخفض المستوى، بيشتغل اول ما تدوس على زر الباور بتاع الكمبيوتر، وهو مش بس عباره عن واجهه انما هو يعتبر فيرموير بتاع الكمبيوتر. البايوس وظيفته هي تنشيط كل الهاردوير عند بدء تشغيل الكمبيوتر والتمهيد لفتح نظام التشغيل، بعمل فحص لجميع اقراص التخزين اللي متوصله في جهاز الكمبيوتر، وطبعا بتقدر يعني بنقدر ندخل لاعدادات البايوس عاده عن طريق الضغط على زر معين من الكيبورد، والزر ده طبعا يعني بيختلف طبقا لنوع المذر بورد او الشركه المصنعه للكمبيوتر. حاليا تم استبدال البايوس بجيل جديد اسمه UEFI، وهو اختصارا ليونيفايد اكستنسبل فيرموير انترفيس. الترجمه العربيه هي واجهه البرنامج الثابت الممتد تقريبا، حاسسها مش منطقية قوي بس ده مش موضوعنا، لكن معظم الناس دلوقتي بتقول عليه بايوس مش UEFI، لدرجة ان الشركات المصنعة نفسها لسه بتقول عليه بايوس على مواقع الويب بتاعتها. لذلك اعتبر ان اي كلمة بايوس هقولها في الفيديو ده بتساوي UEFI. ال UEFI الناس مفكرة انه فقط عبارة عن جيل جديد من البايوس، على الرغم من انه من الناحية الفنية اسلوبه وطريقة عمله اسلوبه في العمل مختلفة، وبيتفوق طبعا على البايوس من نواحي كتيرة جدا، زي انه بيدعم قراءة ساعات تخزين من الهاردات او SSD اكبر من حيث المساحة، وانه بيفتح الكمبيوتر طبعا بشكل اسرع، وبيدعم واجهة رسومية ملونة وممكن تستخدم الماوس فيها، وده طبعا ما كانش بيوفره البايوس التقليدي. دلوقتي ممكن يخطر على بالك سؤال، هو البايوس ده مكانه فين؟ يعني متخزن على الهارد ولا فين بالظبط؟ انا هقولك، البايوس بيكون متخزن على شريحة مخصصة ليه على المذر بورد، وده بيكون شكلها في اجهزة اللابتوب، وعلى الارجح ده بيكون شكلها لاجهزة PC. اعدادات البايوس دي بتكون مخزنة بشكل منفصل على شريحة اسمها CMOS. شريحة السيموس دي بتحتاج طاقة مستمرة علشان تخزن البيانات، علشان كده اجهزة الكمبيوتر سواء PC او اللابتوب بيكون فيها بطارية على المذر بورد، ولو شلت البطارية دي من مكانها فانت كده بتعمل ريسيت او اعادة ضبط الاعدادات البايوس. في حاجة كمان، ال UEFI في الاجهزة الحديثة ليها بارتيشن مخصص لها، عادة بيكون في الهارد الاساسي او SSD الاساسي، وبيكون اسمه EFI، وبيكون حجمه تقريبا في حدود 100 ميجا بايت، وبيكون فيه ملفات الاقلاع او البوت لودر بتاع نظام التشغيل الاساسي، وطبعا ملفات الديول بوت لو انت مثبت اكتر من نظام تشغيل زي ويندوز ولينوكس مثلا، وكمان اللوجز او سجلات الاخطاء. وطبعا الحاجات دي الجهاز بيحتاج يعملها قبل تحميل نظام التشغيل او نظام التشغيل لما بيفتح قدامك، لكن الحاجات دي مش مهمة بنسبة 100% طبعا لتشغيل الكمبيوتر، بس طبعا ضرورية في تشغيل نظام التشغيل ذات نفسه، لذلك البارتيشن ده مهم جدا تجنب انك تحاول تدخله او تحذفه. بعد ما عرفنا بعض المعلومات عن البايوس او الـ UEFI، تعالوا نتكلم عن عملية التحديث. تحديث البايوس عادة بيتم عن طريق تنزيل أحدث إصدار من البايوس من خلال موقع الشركة المصنعة لجهاز الكمبيوتر بتاعك، أو بالأحرى من موقع مصنع المذر بورد لو أنت بتستخدم جهاز PC. عملية التحديث ببساطة أننا هنعمل تبديل للبايوس القديم بالبايوس الجديد من خلال الكتابة على شريحة البايوس اللي موجودة على المذر بورد بطريقة من طرق التحديث اللي هنتكلم عنها دلوقتي. طبعا موضوع التحديث مش خطير جدا زي ما الناس بتروج ليه، لكن لازم تركز معايا في الفيديو علشان لو حصلت حاجة غلط ممكن تتسبب ان البايوس يتلف، وده معناه انك مش هتقدر توصل لنظام التشغيل، كمان ممكن ما تقدرش تشغل جهاز الكمبيوتر ككل، ووقتها طبعا مش هتقدر تعمل بوت بفلاشة او تنزل ويندوز جديد، لان اصلا البايوس هو اللي مسؤول عن عملية البوت اللي بتحصل. لكن طبعا يعني انا مش عايزكم تخافوا، لان حتى لو البايوس تلف وانتهى والجهاز مش بيفتح دايما بيكون في ريكفري اوبشن للبايوس بتقدر ترجعه، وده برضو انا هنتكلم عنه في الفيديو
الفيديو ده. احنا قلنا قبل كده ان البايوس بيبقى متخزن فيه شريحة على المذر بورد، الشريحة دي اسمها SPI او سيريال بريفيرال تقريبا انترفيس او حاجة زي كده، ومعناها واجهة الطرفيات المتسلسلة. ممكن نوع الشريحة يكون مختلف خصوصا في الاجهزة القديمة. النوع ده من الشرايح بيقدر يشيل من اول 16 ميجا لحد بعض الانواع الحديثة بتقدر تشيل لحد 128 ميجا. على سبيل المثال تحديث البايوس الخاص بجهازي حجمه في حدود 18 ميجا، ونوع المذر بورد من شركة MSI، وسرعة القراية والكتابة على الشرايح دي في حدود 100 كيلو بايت في الثانية. يعني عملية التحديث ممكن تاخد شوية وقت او كام دقيقة علشان يعني تكون صبور. طبعا ممكن تحس ان المعلومات دي مش ضرورية وحشوة على الفاضي، لكن بالعكس دي معلومات مهمة المفروض تكون عارفها من باب تقييم المخاطرة، لان بعض الناس ممكن عملية التحديث تاخد معها اكتر من 5 دقايق فيقلق ويقوم قافل الكهرباء على الجهاز والجهاز يعطل وتبقى مشكلة. قبل ما تنوي تعمل تحديث للبايوس لازم تكون عارف ان تحديث البايوس مش هيفرق كتير بالنسبة للمستخدم العادي، بمعنى ان التحديث مش هيفرق في شيء محسوس معاك كمستخدم عادي. وطبيعي البايوس الستوك اللي بيجي بيه الجهاز بتاعك بيكون فيه اعدادات كسر السرعة والاعدادات العادية التانية اللي بتكون موجودة في التحديث الاخير للبايوس. وعادة التحديثات دي بتكون صغيرة وطفيفة جدا، وابرز الامور اللي بتكون فيها بتبقى عبارة عن تحديثات للاستقرار او اصلاحات لاخطاء او تضيف توافق الجهاز مع القطعة الحديثة او الاجيال الجديدة من البروسيسورز. زي مثلا التحديث الاخير اللي هعمله لجهازي حاليا من ابرز المميزات بتاعته هو دعمه لويندوز 11 بشكل افضل. يعني لو مش حابب تغير البروسيسور او تركب هارد كبير او جديد على وجه التحديد فما فيش داعي تعمل تحديث للبايوس. في اجهزة قديمة او الاجهزة الاستيراد بمجرد ما بتنزل تحديث البايوس تقدر تفتحه زي اي برنامج وبيعمل التحديث ده من فوق نظام التشغيل، يعني ونظام الويندوز شغال عادي وبيعمل تحديث للبايوس كله كأنه برنامج وبيتثبت بطريقة تقليدية. طبعا انا بستخدم منصة فيها معالج من AMD ومذر بورد من SMI موديل B450 توماهوك ماكس، فحنستعين ببرنامج اسمه CPU-Z عشان نشوف اصدار البايوس الحالي. وانا على جهازي اصدار البايوس رقم 3.0 بتاريخ 12/5/2021. هنيجي نبحث في جوجل باسم المذر بورد وغالبا اول نتيجة بحث بتطلع من الموقع الرسمي لمصنع المذر بورد. بتضغط على داونلود فبيفتح لك الصفحة دي، بتضغط على كلمة بايوس وبتشوف آخر إصدار، هتلاقيه برقم H63 بتاريخ 29/9/2021 وحجم ملف 18 ميجا تقريبا. وأبرز الإضافات للبايوس الجديدة دعمه لويندوز 11 وشوية تحسينات لمعالجات AMD. يضغط هنا علشان تحمل البايوس. البايوس بيكون ملف مضغوط، حمله على فلاشة USB، وبعد ما يتحمل فك الضغط عنه وخلي المجلد اللي انت اتفكيت الضغط عنه على وش الفلاشة لسهولة الاستخدام. دلوقتي اعمل ريستارت لجهاز الكمبيوتر وتأكد ان الفلاشة لسه متوصلة في الكمبيوتر، واول ما الجهاز يفتح اضغط على زر دل او ديليت من لوحة المفاتيح، مع العلم ان الزر ده بيختلف من جهاز للتاني. يعني في اجهزة بتضغط F1 او F2 او زر اسكيب مثلا للدخول للبايوس. بعد ما البايوس بيفتح هنلاحظ هنا اصدار البايوس الحالي، رقمه بينتهي ب 3BO. المهم بتختار M Flash، بعد كده هتظهر لك الرسالة دي مفادها ان الجهاز هيعمل ريستارت ويدخل في الفلاش مود. اضغط على يس. بعدها هتظهر الشاشة السودة دي ومكتوب فيها انتر فلاش مود. بعدها بثواني هتدخل للفلاش مود. زي ما هو واضح قدامكم كده المجلد اللي بينتهي ب 3B ده البايوس القديم، سيبك منه. المجلد اللي تحته بينتهي ب 3C3 ده الجديد. افتح المجلد ده هتلاقي ملف البايوس الجديد وامتداده 3C3 وهو الاصدار الجديد. حدد الملف ده، هيسألك انت متأكد من انك عايز تحدد الملف ده؟ طبعا احنا عايزين نقول له يس. لكن قبل ما نضغط على يس لاحظ تحت ان الاصدار القديم للبايوس ظاهر فوق وتحته الاصدار الجديد، وكمان التواريخ بتاعتهم ظاهرة هنا. بمجرد ما بتضغط على يس بتبدأ عملية التحديث. لاحظ تحت هنا مكتوب انه بيتم التحديث من الاصدار 3.B للاصدار 3C3 جديد، وعملية التحديث كلها اخدت بالظبط في حدود 7 دقايق ونص، وبعدها الجهاز بيعمل ريستارت. لكن خلينا ندوس على زر دل او ديليت علشان ندخل البايوس. وزي ما انتم شايفين كده بعد التحديث اصدار البايوس بينتهي ب 3C3. بالنسبة للمخاطر اللي ممكن تواجهك في عملية التحديث، أشهر مشكلة هو تلف ملفات البايوس لو مصدر الطاقة اتقطع على الجهاز أثناء عملية كتابة ملفات البايوس الجديدة، ودي حصلت مع ناس كتير وحصلت معايا أنا شخصيا. لكن المشكلة دي مش مشكلة خطيرة أو مدى خطورتها بيحدده
جهاز الكمبيوتر بتاعك. بعض البوردات بيكون عليها حاجة اسمها ديول بايوس، يعني المذر بورد بيكون عليها شريحتين اتنين منفصلتين للبايوس، او بيكون عليها شريحة واحدة مقسمة لقسمين كل قسم فيهم عليه نسخة مثبتة من البايوس. ممكن تبدل بينهم طبعا بسهولة بالضغط على زر يكون بيكون غالبا اسمه بايوس سويتش. طيب تعمل ايه لو عملية تحديث البايوس حصل فيها مشكلة زي انقطاع التيار الكهربي وطبعا فشل الجهاز في انه يفتح؟ معظم الشركات المصنعة للكمبيوتر ليها أدوات بتعمل ريكفري للبايوس. مثلا شركة HP لما بتيجي تفتح الجهاز وتضغط على زر ويندوز زائد بي أو في، السوبر كي زائد بي أو في، بيفتح معاك أداة اسمها بايوس ريكفري، تقدر من خلالها ترجع البايوس بسهولة. أما بالنسبة لأجهزة ديل، فأنا بعتبر أن شركة ديل أفضل شركة بتقدم حلول لاسترجاع البايوس في حالات الطوارئ. أجهزة ديل مصنعة فوق سنة 2015 فيما فوق طبعا، اختيار سهل لاسترجاع البايوس، برضو بتحمل أداة الاسترجاع وتحطها على فلاشة وتتعامل بيها. أما أجهزة ASUS أو MSI في حالات الطوارئ اللي زي دي طبعا ليها حلول. بالنسبة لجهازي المذر بورد MSI B450 بيكون فيها منفذ USB خاص لاسترجاع البايوس. بكل بساطة بتحمل ملف البايوس زي ما وضحنا قبل كده في أول الفيديو، لكن المرة دي بتغير اسمه ل MSI.ROM وبعدين تحطه في فلاشة الـ USB على الوش. بتتأكد طبعا أن الجهاز مقفول، بتركب الفلاشة في الـ USB الخاص بالبايوس وبعدين بتضغط لمدة 3 ثواني مستمرين على زر فلاش بايوس، وبعدين بتفضل اللمبة دي تقيد وتطفي أثناء عملية الاسترجاع، ولما اللمبة دي بتطفي خالص كده بتكون العملية تمت والجهاز بيعمل ريستارت وبيفتح معاك بشكل طبيعي. طيب لا قدر الله في حالة تلف البايوس وعدم القدرة على تحديثه أو استرجاعه، مش عايزك طبعا تيأس، مازالت في حلول ممكنة. زي مثلا ممكن تودي الجهاز لمركز يعني صيانة معتمد. مراكز الصيانة دي بيكون فيها أدوات وأجهزة وتوصيلات خاصة بيقدر من خلالها يعمل إعادة كتابة للبايوس، أو ممكن تعمل أنت العملية دي بنفسك، لكن أعتقد هتحتاج كيبل اسمه SPI باستخدام برنامج أو برامج مخصصة تقدر تكتب البايوس على الشريحة من جديد. أشهر البرامج دي برنامج اسمه SPI BGM، لكنه برنامج مش سهل الاستخدام وبيحتاج مستخدم متقدم جدا وفاهم هو بيعمل ايه. وكمان لو حتى شريحة البايوس تلفت تماما، فمراكز الصيانة المحترمة اللي فاهمة شغلها كويس تقدر تستبدل الشريحة بتاعت البايوس دي تماما. وبالنسبة للناس الفنيين اللي بتدور على شرايح البايوس، فهي متوفرة في المراكز التجارية الكبيرة لأجهزة الكمبيوتر زي مول البستان في مصر مثلا. بس كده احنا وصلنا لنهاية الفيديو. اهم حاجة حابب اقولها لكم، انا بالفعل بذلت جهد في عمل الفيديو ده، لذلك ما تنساش لو ما عملتش لايك للفيديو تنزل دلوقتي حالا وتعمل لايك، وطبعا تشترك في القناة لو ما كنتش مشترك، واهم حاجة تفعل زر جرس التنبيهات للكل. شكرا جزيلا ليكم، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.